السلام عليكم يا شباب، معانا النهاردة فيديو عن المسلز اوف ذا باك. اسمعي كده للصورة دي. الصورة دي بتوضح لي ان انا لما ابص الشخص ده وابص على الارم من ورا كده بيظهر قدامي عضلتين كبار، العضلة اللي عاملة زي المثلث دي بنسميها ترابيزيوس. شايف العضلة المثلثة دي؟ اسمها ترابيزيوس، هزم عضلة كبيرة جدا. وبتظهر عندي عضلة تانية شبه كوادرانجل، العضلة اللي عاملة دي اللي أنا ماشي عليها بإيدي، طبعا داخلة تحت الترابيزيوس، فكأنها عضلة مربعة الشكل. بنسمي العضلة دي بما إنها في الباك دورزاي، اسمها لاتيسموس دورزاي العضلة دي. كويس، بيقولك بقى إن المسلز في الباك مش طبقة واحدة، دول طبقتين ورا بعض. يعني دي الطبقة السوبرفيشال هي العضلتين الترابيزيوس ولا تسموس دورزاي. لو أنا ربنا شاء وشلت اللير دي هتظهر عندي مجموعة تانية من المسلز. بص كده في الصورة دي، أنا شلت اللاتسموس دورزاي وشلت الترابيزيوس وشلت اللاتسموس دورزاي، مقطوعين الاتنين هما، ظهر عندي مجموعة من المسلز تحتهم. كويس، المجموعة المسلز دي بيسموهم الرومبويدز. رومبويدز يعني الرومبويد يعني معين، المسلز دي عاملة زي معينة، ومعاهم عضلة كمان بترفع الاسكابيولا بنسميها ليفيتور اسكابيولا، بينهم كلهم ماسكين في الاسكابيولا، يعني دي الاسكابيولا طبعا الحرف بتاعها. كويس، فالمسل دي اللي اسمها الرومبويدز مسل والليفيتور اسكابيولا ظهروا لي بعد ما شلت العضلتين التانيين اللي هما الترابيزيوس واللاتسموس دورزاي. تعالوا بقى نتكلم كده زي ما احنا متعودين براحتنا كده، ناخد المسلز واحدة واحدة. موضوعنا النهاردة عن muscles of the back. بيقول لك ان العضلات اللي موجودة في الباك بتاع الترانك او الباك بتاع الابر ليمب وبيعملوا كونكشن ما بينهم، بتترتب في two layers. الفيرست لاير واللي احنا ممكن نقول عليها السوبرفيشال، فيها عضلتين، العضلة الأولى اللي احنا قلنا عليها الترابيزيوس والعضلة التانية اسمها اللاتيسموس دورزاي. دول عضلتين في الفيرست لاير. شيل الفيرست لاير وادخل تحتها، بقيت في السكند لاير يعني الطبقة التانية. والسكند لاير فيها ثلاث عضلات زي ما احنا قلنا، عضلتين بيبدأوا باسم كلمة رومبويدس. يعني عضلة عاملة زي المعين. الرومبويدس اتنين، واحدة كبيرة نسميها رومبويدس ميجور، واحدة صغيرة نسميها رومبويدز ماينور. فاضل عضلة واحدة كمان قلنا بتعمل إليفيشن للسكابيولا، بترفع السكابيولا، هنسميها إليفيتور سكابيولا. كويس، دول المسلز اوف ذا بريك اللي بيعملوا كونكشن للباك اوف ذا ترانك مع الابر لين. طيب خلونا نشوف المسلز اوف ذا باك. نشوف كده لمحة سريعة عن الأناتومي بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه في الريال أناتومي. بص كده، احنا قلنا لما نيجي نرسم الأوكسيبيتال بون من ورا، هذا البيز اوف ذا سكال، ده الإكسترنال أوكسيبيتال بروتيوبرانس، على جانبيه في خطين اسمهم السوبيريور نيوكال لاينز. كويس، تحت هنا هتبدأ تظهر عندي الفقرات. فطبعا احنا عارفين لو جينا نقول ان دي الفقرة، كل فقرة بيبقى لها على الجنبين two transverse processes، وفي لها من ورا spine. معلش عشان ما نضيعش وقت في ان انا اقعد ارسم الفقرات كلها لان احتاج الفقرات، فانا هعمل ايه؟ همثل السباين بنقطة، فقول ده السباين بتاع سي واحد،
ده السباين بتاع سي اتنين، ده السباين بتاع سي تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. طبعا احنا عارفين احنا عندنا 7 فقرات عنقية. ولو اتكلم على الترانسفيرس بروسيس اقول والله الترانسفيرس بروسيس هعملها بشكل كده كده، ده الفيرست ترانسفيرس بروسيس، السكند، الثيرد ترانسفيرس بروسيس، ده رقم 4 5 6 7. وهنزل بنفس الطريقة دي برضو عشان اعمل الثراسيك فيرتبري، تي واحد، تي اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11 12. دول كلهم ثوراسيك فيرتبري، يعني فقرات صدرية أو ظهرية. يبقى احنا عندنا 7 سيرفايكال، عندنا 12 ثوراسيك من 1 ل 12، وعندنا 5 لمبر فقرات قطنية، 1 2 3 4 5، L1 لحد L5. بعد اللمبر فيرتبري بيظهر عندي بقى هنا الفقرات العجوزية والعصوصية، أنا مش محتاجهم يعني. في حاجة بس أنا محتاجها، بيبقى على جانبي الفقرات العجوزية والعصوصية تظهر عظام الحوض اللي احنا كنا بنسميها الهبون، يعني لمعلوماتنا بس الكريست اللي فوق ده، الخط المايل ده بتاع الهبون ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايلياك كريست. كده تقريبا انا اختزلت الحاجات اللي انا محتاجها من العظم في الرسمة اللي قدامي دي. نقطة وحيدة أخيرة كده، في ليجامنت بيصل ما بين الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس وبينزل لتحت عشان يغطي السيرفايكال فيرتبري، 1 2 3 4 5 6، ويقف لحد الرقم 6. كويس، احنا قلنا ان ده اسمه ايه؟ اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وقلنا ده اسمه سوبيريور نيوكل. نيوكل يا جماعه يعني حاجه لها علاقه بالقفا، سوبيريور نيوكل لاين. طيب الليجامنت اللي انا قلت عليه ده اسمه ايه بقى؟ قال اسمه ليجامنتم، من كلمه ليجامنت، وبما انه نيوكل يعني ناحية القفا فبيسموه ليجامنتم نوكي. كويس، بيسموه الليجامنت ده ايه؟ بيسموه ليجامنتم نوكي، يعني ليجامنت موجود في القفا. طبعا احنا عارفين ان على كل الفقرات بيمشي على السباينز بتاعت الفقرات دي من ورا، بتتغطى بليجامنت خاص بالفقرات بيسموه سوبرا سباينس ليجامنت، بيمشي كده بيغطي السوبرا سباينس، يعني بيغطي السباينز بتاعت الفقرات بهذا الشكل. ويبقى فوق الليجامنت ده فاشيه، يعني في فوق الليجامنت دينس فايبرس تيشو بيغطي الليجامنت ويغطي الفقرات من ورا. كويس، فيبقى احنا بنقول ان اسم الليجامنت ده اللي بيغطي الفقرات من فوق دي اسمه ايه؟ اسمه سوبرا سباينوس ليجامنت، بيغطي الفقرات. طيب لو عاوزين نرسم الاسكابيولا في الرسمه دي نرسم الاسكابيولا ازاي؟ بص معايا كده، الاسكابيولا دي الاسكابيولا على جانب العمود الفقري من الناحيه دي، ولو احنا عاوزنا ان احنا نرسم الاسكابيولا على الناحيه الثانيه
عادي الاسكال. ادي الاسكابيو على ناحيته. طيب نحط كده الهيومرس، ادي الهيدو في هيومرس بالشكل ده كده. دي الجريتر تيبروستي كده. نرسم من الباك. تعالوا بقى نشوف العضلات بتاعتنا واحنا نحطها على الرسمه دي كده. انا عارف ان احنا خدنا وقت طويل في الرسم، بس كان لازم ان احنا نعرف الاناتومي بتاع المنطقه دي عامله ازاي. العضله الاولى اللي عندنا اسمها العضله الترابيزيوس، عضله مثلثه الشكل. بص كده لها الرسمة بتاعتها في الأطلس. هي العضلة دي طالعة من الأوريجين هنا عند الميد لاين، رايح تمسك انسيشن. احنا قلنا دي الاسكابيولا. معلش نرسم الكلافيكل بالمرة عشان ايه ما ننساش. دي الكلافيكل. الأوريجين بقى بتاع العضلة بتاعتنا دي ايه؟ قال لك لها أوريجين عريض جدا جدا جدا. طلع منين اول حاجه؟ طلع من الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. السوبيريور نيوكال لاين واخد الميديال ثيرد بتاعه كويس، التلت الميديال بتاع السوبيريور نيوكال لاين. مش بس كده، دي هتنزل كمان على الليجامنتم نيوكي او الليجامنتم نيوكي، تاخد الليجامنتم نيوكي كله من اوله لاخره. هل هتقف عند الليجامنتم نيوكي؟ لا، ده هتاخد كمان الفقره السابعه. احنا قلنا الليجامنتم نيوكي بيقف عند الفقره السادسه السيرفايكال سيفيس فيرتبري، وهتاخد كل الفقرات الصدريه من اول تي 1 وانت نازل لحد ما توصل لحد تي 12 بالشكل ده كده. ده الاوريجين بس. اكسترنال اوكسيبيتال بروتوبيرانس، ميديال ثيرد اوف سوبيريور نيوكال لاين، واخده من الليجامنتم نيوكي، واخده من الفقره السابعه سباين، واخده من السباينز بتاعت من تي 1 لحد تي 12. طبعا احنا قلنا كل الفقرات بتتغطى بسوبرا سباينس ليجامنت، وهتاخد من السوبرا سباينس ليجامنت اللي موجوده فوق السباينز كويس. طب الانسرشن بتاعه، ابص الانسرشن اللي انا هعمله ده كده، انا ببص من الباك صح؟ فلما اقول لك الحته دي تبقى ايه بالنسبه للكلافيكل؟ دي البوستيريور سيرفيس بتاع اللاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل. طب ده الحته اللي انا معلمها دي تعتبر ايه؟ تعتبر الانر او الميديال سايد بتاع الاكروميوم. طب ده السوبيريور ليب بتاعت الاسباين. لو حد فاكر الانسرشن اللي انا قلته ده كان بيواجه اوريجين للعضله اللي اسمها الدلتويد، كنا قلنا عليها قبل كده. الدلتويد كانت بتاخد من الاوتر سيرفيس اوف ذا لاترال ثيرد اوف ذا كلافيكل، وكانت بتاخد من الاكسترنال او من اللاترال سايد اوف اكروميوم، وكانت بتاخد من الانفيريور ليب اوف السباين. كانت بتبقى العضله عامله كده. دي الدلتويد. فلما اقول لك ان الاوريجين بتاع الدلتويد هو موازي للانسرشن بتاع العضله بتاعتي اللي اسمها الترابيزيوس، تبقى انا بتكلم كلام صحيح. بص بقى كده هعمل الانسرشن بتاعها ازاي. عضله مهوله واخده الحجم ده كله. فبيقول لك انا ممكن اقسم العضله دي واقول والله ان لها ثلاثه فايبرز، ابر فايبر بالشكل ده كده، دي الابر فايبرز، واقول ان في لها لور فايبرز، دي اللور فايبرز، وفي لها ميدل فايبرز اللي موجوده في النص دي كده كويس. يبقى انا قسمت العضله لابر فايبرز، ميدل فايبرز، ولور فايبرز كويس كده. طيب لما نيجي نشوف الاكشن بتاع العضله دي، اكيد الابر فايبرز هيبقى لها اكشن، الميدل فايبرز لها اكشن، واللور فايبرز لها اكشن. الاكشن بتاع الابر فايبرز بتعمل ايه؟ الابر فايبرز شد الاسكابيولا لفوق، تعمل اليفيشن للاسكابيولا. طيب اللور فايبرز تعمل ايه؟ تشد الاسكابيولا لتحت، تعمل ديبريشن للاسكابيولا او ديبريشن للشولدر. طب للميدل فايبرز، بص بقى الميدل فايبرز تعمل ايه؟ تشد الاسكابيولا لجوه، شد الاسكابيولا لجوه. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ريتراكشن للاسكابيولا. اكشولي هم مش لهم بس الاكشن ده، هم لهم اكشنز تانيه من حيث الروتيشن بتاع الاسكابيولا.
بس طبعا لما اجي اتكلم عن الاكشن بتاع الروتيشن بتاع الاسكابيلا، الاقي ان الابر فايبرز واللور فايبرز، بص الابر فايبرز ماسك في الاسكابيلا من فوق واللور فايبرز ماسك في الاسكابيلا من تحت، فلما الاثنين يتحركوا مع بعض يعملوا الاسكابيلا كده، يحركوا الاسكابيلا يعملوا لها روتيشن لاترالي. الكلام ده مش موجود في الكتاب في الجزء ده، لكن هيقابلنا قدام. اللور فايبرز تشد الاسكابيلا كده والابر فايبرز تشدها كده، فيحركوا الاسكابيلا بحركه ايدي كده لاترالي، يعملوا لاترال روتيشن للاسكابيلا. طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب في الجزء ده، لكن هيقابلنا بعد كده ان شاء الله. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي، العضله دي العضله من العضلات اللي بتاخد ديوال انرفيشن. نيرف سبلاي يحرك العضله اسمه الموتور نيرف سبلاي، ونيرف سبلاي تاني يعمل لها البروبريوسيبشن. ايه البروبريوسيبشن؟ اللي هو تبقى انت عندك احساس في العضله دي بالضغط، باللمس على الجلد بتاع العضله. البروبريوسيبشن يعني ديب سنسيشن في العضله، ان يبقى عندك احساس بالضغط على العضله مثلا، احاسيس المكان المحيط بالعضله. فيقول لك والله لو العضله دي هتاخد موتور نيرف سبلاي، الموتور يقول لك الموتور نيرف سبلاي واخده من السباينال روت اوف اكسسوري. السباينال روت اوف اكسسوري، الاكسسوري نيرف ده الكرينيال نيرف رقم 11. لو كرينيال روت يعني بيطلع من الدماغ، ولو سباينال روت بيطلع من السباينال كورد. هي والنيرف ده وهو طالع كده من السباينال روت بتاعه بيروح يمد العضله. طيب البروبريسبتيف بقى، بروبريوسبتيف، البروبريسبتيف انرفيشن بتاعها بتاخد من سي 3 و4، ده النيرف سبلاي بتاع العضله. كده احنا اتكلمنا على العضلة بتاعتنا الترابيزيوس، قلنا اوريجين الخماسي بتاعها ده سوبيريور نيوكال لاين اكسترنال اوكسيبيتال فيرتيبرانس ليجامنت نيوكي ترانسفيرس، السباين بتاعت سي 7، السباين بتاعت من تي 1 لحد تي 12، ومعاهم السوبرا سباينس ليجامنت. الانسرشن بتاعها قلنا الثلاثي الانسرشن بتاعها، الاكشن سوبيريور فايبر تعمل اليفيشن للسكابيولا، الانفيريور فايبر تعمل ديبريشن للسكابيولا، الميدل فايبر تعمل ريتراكشن للسكابيولا، وقلنا الاكشن بتاعهم ان هم يعملوا لاترال روتيشن للسكابيولا. النيرف سبلاي، الموتور، سباينال روت اوف اكسسوري، بروبريوسبتيف سي 3 وسي 4. معانا العضله الثانيه اللي بتمثل جزء كبير برضه من المنطقه، العضله اللي اسمها اللاتسماس دورزاي، برضه لها اوريجين عريض وواسع جدا. بص كده معايا الاوريجين بتاع اللاتسماس دورزاي، بتاخد من اللور 6 سباينز بتاعت الفيرتبري، اللي هي من رقم كام؟ ليش من رقم 7 8 9 10 11 12، دول كده اللور 6 سباينز بتاعت الثوراسيك فيرتيبري، بالاضافه الى السوبرا سباينس ليجامنت اللي موجود فوقه. طيب انا قلت لك ان في فاشيه بتغطي بتغطي الفيرتبري، فهي بتاخد من السوراكو لامبر فاشيا، يعني الفاشيا اللي مغطيه الثوراسيك فيرتبري في المنطقه دي واللامبر فيرتبري كمان اللي موجودين في المنطقه دي بالشكل ده كده. بالاضافه الى انها في عندك ريبس موجودين في المنطقه دي كده، الريبس تبقى متصله بالفقرات الصدريه من ورا، بيقول لك ان هي بتاخد من اللور 3 او 4 ريبس عند تي 12 كده، تي 11، تي 10، تي 9، بتاخد من الريبس دول كده كأوريجين ده بس كده. لا ده في كمان، له بيقول لك ان هي بتاخد، شايفين احنا قلنا ده اسمه ايه؟ دي هبون، الكريست اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الايليا كريست بتاعها. بيقول لك ان هي بتاخد من الدورزال سيرفيس بتاع الايليا كريست، او من البوستيريور سيرفيس بتاع الايليا كريست بالشكل ده كده. وقفت العضلة؟ لا، ده هتاخد كمان من الانفيرور انجل اوف ذا سكابيولا. يبقى العضلة لها كام اوريجين؟ واحد، الانفيرور انجل بتاع السكابيولا. اتنين، اللور 6 ثوراسيك فيرتبري. تلاتة، الثوراكو لامبر فاشي، يعني ان الفاشية المغطية الثوراسيك فيرتبري واللامبر فيرتبري. اربعة، من اللور 5 ريبس. خمسة، من الاليا كريست. تعالى بقى شوف العضله هتعمل انسيرشن فين. بص يا سيدي، انا كده ببص على الهيومرس دي من الباك صح، فلما اعمل البايسيبيتال جروف يبقى بالنسبه لي بالخط المنقط،
لان هو موجود في الفرونت، العضله ايه هتروح تمسك في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف بالشكل ده كده. بسم الله. دي العضلة بتاعتي جاية من ورا، راحت مسكت قدام، خرجت من الخمسة اوريجينز بتاعهم وراحت تمسك فين؟ الانسيرشن بتاعها في الفلور اوف الباي سيبيتال جروف. النيرف سبلاي بتاعها نيرف مخصوص باسمها، نيرف تو لاتسمس دورزاي، او احنا كنا بنسميه ايه، النيرف تو لاتسمس دورزاي لما كنا بناخده في البريكيال بلكسس كنا بنسميه دورزال سكابولار نيرف، لانه ماشي على ظهر الاسكابيولا كنا بنسميه دورزال سكابولار نيرف. طيب كان طالع من ايه الدورزال سكابولار نيرف ده لو حد فاكر؟ ها حد فاكر ايه الدورزال سكابولار نيرف كان طالع منين؟ لا اله الا الله، مفيش خالص. المهم ما علينا، الدورزال سكابولار نيرف يا جماعة واحد من النيرفات اللي كانت بتطلع من البريكيال بلكسس، ممكن نقول عليه ان هو كان برانش من البوستيريور كورد، من البوستيريور كورد النر الان، كانت نيرف تلاتسمس دورزال. طيب الاكشن بتاع العضلة دي بقى اللي هي اللاتسمس دورزاي، اللاتسمس دورزاي لو انتوا فاكرين الاكشن بتاع التيريز ميجر هو نفس الاكشن بتاع اللاتسمس دورزاي. بيقول لك ان اللاتسمس دورزاي لو انت دراعك في وضع الاب دكشن يعني بعيد عن جسمك يعمل له ادكشن. طيب هيشد دراعك لورا بما انها طالعه من ورا والاورسيشن بتاعها قدام، فتشد دراعك لورا تعمل لدراعك اكستنشن، في نفس الوقت تعمل له ميديال روتيشن لانها ماسكه في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف، فتشده لميديالي كده، تشد الهيومرس ميديالي فتعمل لها ميديال روتيشن. وانا ذكرنا اسم اللاتسمس دورزاي مع البكتوراليز ميجر وقلنا انها بتساعد الشخص اللي بيلعب جيمناستكس، بتساعد ان هو يعمل دروينج للترانك ابورد، شرحناها هناك مع البكتوراليز ميجر. بنقول الشخص اللي بيلعب جيمناستكس بيرفع ايديه فوق وعاوز يرفع دماغه وجسمه والترانك عشان يحط دماغه فوق العقله، فايه اللي يحصل؟ اشد الانسرشن ده على الاوريجن، انا دراعي ده فوق كده، عايز اشد الانسرشن ده على الاوريجن واقصره عشان ارفع الترانك ابورد. كويس؟ والله عندنا معلومة كلينيكال اسمها تريانجل اوف اوسكالتيشن نشرحها في التسجيل الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.